في فيديو آخر تحت عنوان الرئيس الإنسان تم تداوله بشكل كبير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيقود دراجته في مدينة العلمين. وأثناء الجولة دي بالدراجة التقى السيد الرئيس بأسرة مصرية وأدار حوار بينه وبينهم مع هذه الأسرة اللي تعرف من خلالها على أحوالهم وظروفهم. اسمك إيه؟ جنات، اسم جميل وانت يا حلو. رحمة؟ ما شاء الله. وانت يا جميل؟ ادم. ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك يا ريس. احنا اولادك. اهلا وسهلا. انتوا منين بقى؟ من الوبيه. جايين تقعد وقت هنا؟ لا انا شغال هنا. شغال هنا؟ بقالك قد ايه؟ ما شاء الله. تقبض كويس؟ الحمد لله مستور. الحمد لله. ربنا يبارك لك سعادتك يا رب يا رب وعمر على عمرك ان شاء الله. ومصر دايما تبارك فيك ان شاء الله. اللهم امين. تقعد كده بقى، ما تقعدش قدام ربنا يبارك فيك يا ريس. امال ايه؟ الدين الشهاده دي دين فيها البركه.